كده المكيف بنعمل له غطاء خارجي، وبعدين بتتم عملية التنظيف عن طريق ضخ المياه. كان في السابق في ناس بتنظف المكيفات عن طريق الهواء ولا فات الاستمار، زي ما انتم شايفين دلوقتي هذا كمية الوسخ المتناثرة والمتساقطة من المكيف. قد يظن البعض ان تنظيف المكيف من الخارج هي الطريقة الأفضل، ان هو ينظف المكيف من الخارج، يقول لك انا كده نظفت المكيف. يعني بقول لحضرتك ده مش الطريقة المثلى في تنظيف المكيف. أفضل طريقة للتبع في تنظيف المكيف عن طريق ضخ المياه، يقدر ان هو يتخلل الجزء الداخلي خالص ويتساقط منه. هذا كمية الوسخ المتساقطة منه، يعني حاجة صعبة جدا جدا جدا. تنظيف المكيف له العديد من الفوائد. أول فايدة إن أنت أول حاجة بتحافظ على التبريد، بيكون تبريده كويس جدا جدا. في ناس كتير بتعدي فيزيون للتكييف وتعاني من مشكلة إن هو ما بيتبردش، فبتكون مشكلة التبريد